هذه الشيلة مهداة من أم حسن لأخيها حسن عبد الرحمن القرني بمناسبة ترقيته لرتبة عميد. ألف مبروك ألف مبروك يا رمز الفخر، يوم حزت الترقية بالجهود وبالفعال، رتبتك رتبة عميد زادتك عز وفخر، عن جدار أخذتها يا الكفو عز الرجال. 737 أو من خارج المملكة ودول الخليج، جوال 009. بالتهاني والتباريك لك يا أبو عبد الله، ابتدي بسم الله والقافة صخرها صخر. بالتهاني والتباريك لك يا أبو عبد الله، ألف مبروك ألف مبروك يا رمز الفخر، يوم حزت الترقية بالجهود وبالفعل، رتبتك رتبة عميد زادتك عز وفخر، عن جدار أخذتها يا الكفو عز الرجال. فعلك ينومس ولك فيك والعليا مقر، يا حسن وانت فخرنا ومغرب المثال، يا العميد النادر اللي مقامك معتبر، أشهد انك سيف قاطع في ميدان النزال، وانت رمز المرجلة يا مشد الظهر، وقفتك وقفه تشرف تشهد بالجزال. نسلقوا من أهل طالات وعزم وشبر، القرني هل المجد من أول وتال، واختكم حسن اللي دايم بك تفتخر، لك تبارك بالقواضي وتهديك الجزال. في عيال الندر الروس راهين الشبر، في علوم المرسلة سطر وكسر الفعال، وانت يا أبو عبد الله وقفتك تسمع عشر، صامل صديد عن رابعة يشيل الثقال، يا عميد أهل المراجل واسمك لا حضر، يكفي اللي غاب ويطاب وعلى صعب المحال. ولكن الأقل الآن وحصريا استديوهات همسة فرح.